أصبح سباق الفورمولا 1 يشكل رمزا للفخر والاعتزاز لكل بحريني وعرسا وطنيا ينتظره جميع المواطنين. ومن المهم الالتزام باتباع القوانين والأنظمة، إذ يشكل الجميع جزءا من نجاح هذه الفعالية وكلهم سفراء لهذا الوطن. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم محمد الهاجري، مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات. مساء الخير سيد حمد، بالتأكيد هناك تدابير وقائية احترازية تقع على عاتقكم لضمان سلامة زوار الحلبة والمشاركين فيها، حدثنا عن هذه التدابير. مساء الخير أخوي صالح ومساء جميع المشاهدين. بداية أحب أشير بأن استطابت مملكتنا الحبيبة فعاليات هذا الحدث الرياضي العالمي سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 من 2004 اليوم الذي يحظى باهتمام ودعم لا محدود من قبل سيدي معالي وزير الداخلية وتوجيهات ومتابعة دقيقة من قبل سيدي سعادة رئيس الأمن العام لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللي تضمن تحقيق الحماية الأمنية المطلوبة. نعم. وأنوه أن الإجراءات المتخذة من قبل قوات الأمن العام هي مو مقتصرة على الحلبة فقط، ولكن بيكون في انتشار واسع للدوريات الأمنية والمرورية بتلاحظونها من اليوم إن شاء الله على الشوارع الرئيسية المؤدية للحلبة اللي تضمن الوصول السهل والسلس لزوار الحلبة. نعم. أما فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية في الحلبة أخوي صالح، نعم، قامت وزارة الداخلية بعقد عدة تمارين من أجل الوقوف على جاهزية الجهات الأمنية المشاركة. كذلك هناك عمليات تفتيش دقيقة سواء عن طريق المسح الأمني للسيارات اللي تدش مواقف الحلبة أو من خلال أجهزة التفتيش الموضوعة في جميع بوابة الدخول. هذه الإجراءات يمكن بديناها من قبل أسبوعين تقريبا. نعم. في الجانب الآخر سيد حمد، هناك أيضا مجموعة من الإرشادات أو فلنقل مواد ممنوعة يمنع اصطحابها أثناء الدخول للحلبة. لو نضع الجمهور في هذه الصورة من باب التوعية والتذكير حتى بالنصائح عامة. بالنسبة عن مجموعة الإرشادات مواد ممنوعة، كعادتنا اجتمعنا مع المعنيين بإدارة حلبة البحرين الدولية بخصوص هذه المواد، وجرى تعديل جدا بسيط على قائمة المحظورات على النسخة السابقة للسباق. تشمل هذه القائمة عدة مواد يمنع اصطحابها للحلبة، منها العصي، الأبواق، أجهزة الليزر، المواد القابلة للاشتعال، الأدوات الحادة مثل المقص أو المقراض، المأكولات والمشروبات، ويمنع أيضا اصطحاب الحيوانات للحلبة. وأحب أشكر إدارة الأمن والسلامة بالحلبة على تعاونها وضع هذه القائمة في لوحات تعريفية سواء نشوفها في الشوارع العامة أو في مواقف السيارات بالحلبة، كذلك وضعها على تذاكر الدخول الإلكترونية أو من خلال الموقع الإلكتروني للحلبة. نعم. المقدم محمد الهاجري، مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات، شكرا جزيلا لك.